أنا من الكويت، حرفتي صناعة السفن اللي هي المراكب الزراعية القديمة بجميع أنواعها وبجميع الأحجام. من الإمارات، من الفجيرة، من إمارة الفجيرة. هذا التلي يحطوه على الفساتين على الكنادير، وهذا البادلة البوادل. أول تعلمنا هذا، بعدين تعلمنا هذا، كل مرة نتعلم شيء. أي نعم. بعدين هذا هوية وطن، هذه هوية وطن، هوية وطن. وبعدين حنا الخليج، حنا العرب، ترى يد واحدة، ترى بيت واحد، تراثنا متفاهم، شغلنا متفاهم، المواقف والله حنا ارتقينا فوصلنا العالمية. حنا السلام عليكم. حياك الله، يسلمك. ان شاء الله تمام. الحمد لله، الله يسلمك. ان شاء الله. قطاع الحرف بالمملكة العربية السعودية قطاع نراه في برنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية قطاع اقتصادي، هو في الأساس أحد مسارات برامج التراث الوطني، لكن في الواقع أن الحرف والصناعات اليدوية على مستوى العالم لا تزيد قيمتها ولا يكون لها أهمية إلا عندما تتحول إلى قطاع اقتصادي. أرقامنا الواضحة في المملكة العربية السعودية، لدينا الآن أكثر من 2600 حرفي وحرفية، أكثر من 80% منهم نساء بالمناسبة، وهذا يعني هذا رقم عالي جدا حتى على مستوى العالم مقارنة بالإحصائيات الدولية. ولا كله طبيعي؟ لا، هذا كله طبيعي طالما.